والآن مع الشاعر حسن المعجني فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، سعادة الشيخ الحضور، أتشرف بتواجد الليلة وياكم مع الإخوة الشعراء المبدعين، وشكرا للأخت جميلة على الدعوة، وأتمنى نقدم شيء يليق بالوطن وبهذه المناسبة. أرض تسامح عمان العلم والحكمة، دولة عظيمة رفعها للعلا قابوس، صارت بفضله ملاذ السلم للأمة، في عالم اليوم تعطينا عبر ودروس، ما هي غريبة تكون اليوم في القمة ما دام قابوس فكرة في الوطن مغروس، ما هي غريبة تكون اليوم في القمة ما دام قابوس فكرة في الوطن مغروس، من عام 70 يبني للوطن حلمة، من عام 70 يبني للوطن حلمة، واليوم أصبح لشعبه واقع وملموس، من عام 70 يبني للوطن حلمة، واليوم أصبح لشعبه واقع وملموس، الكل حوله ويهتف دائما باسمه، فيك انت مولاي شعبك رافعين الروس، ماشي عداوة مع جيران أو أزمة، النهج واضح وشوره دائما مدروس، الكل حوله ويهتف دائما باسمه، فيك انت مولاي شعبك رافعين الروس، ماشي عداوة مع جيران أو أزمة، النهج واضح وشوره دائما مدروس، الأمن والخير والأحوال في نعمة، الأمن والخير والأحوال في نعمة، ما غير مولاي طابت له بلد ونفوس، الدرب واحد وكل الناس ملتمة، الدرب واحد وكل الناس ملتمة، لجلك بلادي على كل الصعاب ندوس، الدرب واحد وكل الناس ملتمة، لجلك بلادي على كل الصعاب ندوس، نفديك بالروح وكل يرخص بدمه، وقت الشدايد العزة كهيبة وناموس، نفديك بالروح وكل يرخص بدمه، وقت الشدايد العزة كهيبة وناموس، تبقى عظيمة عمان ونهجها بصمة من سالف الوقت، تبقى عظيمة عمان ونهجها بصمة، تاريخ شاهد على طول الزمن محسوس، في سلطنتنا في سلطنتنا تلاقي الحب والبسمة، من هرمز الجود لا أقصى روابي نوس، الكل وحد دعاوي القلب في كلمة، يا رب تحفظ وتحمي سيدي قابوس. سؤال صحة لسانك. سؤال دام فضلك، أسأل الله القدير أن يديم الود والتآلف اللي عايشينه في عمان، وأن يديم الأمن والأمان على هذه البلد إن شاء الله تعالى، وعلى جميع بلاد المسلمين إن شاء الله. يقول السلطنة من عهد ماضي غابر، السلطنة من عهد ماضي غابر، تاريخ به أفخر ولا باكابر، السلطنة من عهد ماضي غابر، تاريخ به أفخر ولا باكابر، السلطنة ما هي مجرد دولة تاتي ولا تعرف شؤون الحاضر، السلطنة من عهد ماضي غابر، تاريخ به أفخر ولا باكابر، السلطنة ما هي مجرد دولة تاتي ولا تعرف شؤون الحاضر، هذه عمان إن كنت ما تعرفها، تاريخ بمجاد البطولة زاخر، واجب على اللي قام با يذكرها يحسب حساب السلطنة ويذاكر، واجب على اللي قام با يذكرها يحسب حساب السلطنة ويذاكر، في السلطنة توجد مذاهب عدة والكل مسلم، ما تلاقي كافر، فيها الأباضة وفيها سنة وشيعة، وقلوب تتآلف بقدرة قادر، سنة وباضة بين أخوهم شيعي، والكل بالطيبة يجي ويبادر، ماشي تناحر أو فتن موجودة، لا حرب في الخافي ولا في الظاهر، يا شيخ لا تشعل شرار الفتنة في شعب لا يكره ولا يتناحر، الزم حدودك واتقي خالقنا، واطرد بليس المفتري والغادر، عمان وحدة والمساجد وحدة، واقع يشرفنا وبه نتفاخر، عمان وحدة والمساجد وحدة، واقع يشرفنا وبه نتفاخر. قصص واجد بعالمنا بنفس الوضع والإخراج، قصص واجد بعالمنا بنفس الوضع والإخراج،
طبيعة الوضع يتكرر ولو ما جيت كررته. حشا لله لا شامت ولا نكشت في الأدراج ولا لي مصلحة منه ولا في شيء كبرته. أشوف المسألة عادي ولا فيها أبد إحراج إذا باب الصديق اللي ينسى المعروف سكرته. أشوف المسألة عادي ولا فيها أبد إحراج إذا باب الصديق اللي ينسى المعروف سكرته. قصدني يشتكي لما سقط عرشه وطاح التاج، أتاني مطمعه يعرف سقوطه كيف قدرته. بغض الطرف إن جاني بداعي وده ومحتاج، أنا من قبل مشكلته ترى قد جيت حذرته. بغض الطرف إن جاني بداعي ود أو محتاج، أنا من قبل مشكلته ترى قد جيت حذرته. طلبته يحتمل نصحي، طلبته يحتمل نصحي ويعذرني على الإزعاج. نظر في ساعته كني على الميعاد أخرته. طلبته يحتمل نصحي ويعذرني على الإزعاج. نظر في ساعته كني على الميعاد أخرته. بسرعة قلت له هدي ولا تغترك الحجاج، ترى التاريخ ما يرحم يدون في مذكرته. أشوف الخير اللي عندك وأشوف القصر والأفلاج، يديم الله لك خيرك إذا دايم تذكرته. تأكد من نواياهم إذا حولك تشوف أفواج، ولا تغتر وتكابر غرور الشخص مقبرته. زعل من كل ما قلته وفي وجهي تأثر هاج، توقعت الزعل لأني مزاج الأخ عكرته. حسب نفسه كذا دايم يعيش ويسكن الأبراج، ولا صدق ولا كلمة من اللي فيه خبرته. عموما دارت الدنيا وحجوا أغلب الحجاج، وصاحبنا خسر حتى ثمن حجة وتذكرته. سؤال